لو عايزين بقى نعمل فلات سلاب بدلا من السوليد سلاب، هو ايه الفرق؟ السوليد سلاب بيبقى فيها كمرات ساقطه، الفلات لا، بنشيل الكمرات وبتبقى البلاطه ستريت حته على بعضها، وده بيبقى لسبب ان انت عندك مثلا اتش باك سيستمز اللي هي التكييفات المركزيه وهتبقى ماشيه في السقف، فبتحاول تسهل العمليه عليهم شويه او لغرض معماري. الكاميرات بيبقى موجودة ساعات في الفلات سلاب في ثلاث أماكن، على المحيط الخارجي فقط، حول السلم، وحول الفتحات الكبيرة. طيب أنا أرسمها إزاي على الساب؟ بنفس الفكرة بالظبط، أنا هنا مديلك بلاطة 7.5 8 7.5 6.5 7 6.5، فأجي أقول له فايل نيو موديل بلانك، وأقول له رايت كليك edit grid data modify، بنشتغل spacing، وابدا اقول له المسافات بتاعتي 7.5 8 7.5 0، بعدين 6.5 7 6.5 0، واجي في اكس واي وابدا اعرف الماتيريال كونكريت هنا 2.5 وهنا 21E5. define section frame section واقول له add new، ما عنديش frame section خلاص ما تعرفوش، اعرف البلاطة define section area section، سمك البلاطة الفلات بيديهولك جيبن مثلا هنا 20 سنتي، شيل سن و 2 من 10 2 من 10. عايز ارسم البلاطات كويك اريا وارسم البلاطه بتاعتي، اعرف اماكن الركايز قبل التقسيم عشان اسهل، واقول له assign joint restrain hinged، احط الاحمال بتاعتي assign area load uniform shell. فالراجل مديلك هنا حمل الديد عباره عن الكفر 150 كيلو جرام على المتر المسطح يعني 15 من 100، مديلك الوول والحيطه هنا موزعه على المتر المسطح لان ما فيش كمرات، فحمل الحيطه هيتحط على مين يا شباب؟ على البلاطه مباشره، يعني فلات سلاب هي اللي شايله الحيطه. فهنجمع ال 15 من 100 مع ال 3 من 10 بقت ديد لود كام؟ 45 من 100. بقول له هنا كده ديد لود ب 45 من 100. هختار مره ثانيه واحط اللايف لود اساين اريا لود يونيفورم شيل، ومديلك حمل لايف ب 300 كيلو جرام يعني 3 من 10. ما عرفتش اللايف اضيفه ازاي؟ ممكن من بلس من هنا واقول له هنا لايف، واقول له نوعه لايف اد، هلاقيه نزل معايا هنا. بدل ما اروح لديفاين لود باترن انا جبته من علامه بلس الموجوده هنا، واقول له 3 من 10. اعمل الوركينج او الحاله بتاعت التجميع، هقول له وركينج اد للديد واد لللايف، اقسم البلاطه قبل الرن، اديت اديت اريا ديفايد اريا. لو قسمناها نص في نص هتبقى كبيره قوي، هتبقى المسافات صغيره جدا فالاعداد كبيره قوي، فاقسمها متر في متر واقول له اوكي. الارقام ظاهره كده، دوس اندي فورمت بس. انالايز سيت اناليسيس اوبشن، انالايز run analysis، تعال نشوف شكل الديفورميشن هنا. هتلاقي الديفورميشن هنا اللي ماسك البلاطه الاعمده فقط لان احنا ما عندناش كاميرات. هتلاقي مثلا اقصى ديفورميشن موجود هنا تقريبا 2.8 من 10 سنتي، يعني بلاطه بحرها 7 متر ونص وهتهبط حوالي 3 سنتي. لو عايز اشوف الرياكشن من جوينت واقول له اوكي، مثلا رياكشن العمود الداخلي طالع 79.5. تمام، نجرب كده نشتغل فلات سلاب، هتلاقي الاكزامبل معاك صفحه 71.